مشاهدين إلى فقرة ضيف نناقش فيها سير الحملة الوطنية للتلقيح، حيث تم حتى الآن تلقيح أكثر من 257 ألف شخص ضد هذا الوباء. ومعنا الدكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مساء الخير أستاذ الكريم. مرحبا أستاذ عبد الله وكل مشاهدي الكرام ديال ميديا انتبه. مرحبا، مرحبا بكم جميعا. أنا لا أسمع الأستاذ عبد العزيز الرماني، أفترض أنه يستمع إلي لكن لدي مشكلة في الصوت، على أي سأطرح عليه هذا السؤال. أستاذ الرماني، ربما من المبكر الحديث عن حصيلة الحملة الوطنية للتلقيح، لكن لاحق لنا أن نتحدث عن ربما تقييم أولي للعملية وعن مدى نجاح الحملة في أن تشمل جميع الفئات المستهدفة وبالوتيرة التي كان مخطط لها. الأرقام اللي تقدمت بها دابا السي عبد الله هي أرقام هامة جدا، وطبيعة الحال لما كنقولوا أننا وصلنا في هذه الفترة الوجيزة الحمد لله ما يقرب من 300 ألف، يعني 257 ألف الرقم اللي علمتوا عليه، باش نستوعبوه ونفهموه مزيان، هو كيشكل تقريبا إلى قرناه بعدد الإصابات اللي عرفها المغرب من نهار اللي دخلت كورونا للمغرب، يعني هذا الفيروس ديال كوفيد 19، فهو النصف تقريبا، يعني 400 وتقريبا 70 ألف هو عدد الإصابات اللي وصلنا لها في هذا النهار هذا. الحمد لله، معنى أن العجلة السرعة اللي كنمشيو بها كتعطينا من حيث أولا التحكم في التنظيم، ثانيا الإقبال، وهذا الرقم اللي ذكرتوه في هذه الفترة الوجيزة ديال 3 أيام ولا 4 أيام، الإقبال على التطعيم وعلى التمنيع وعلى يعني الاستفادة من هذا الامتياز الصحي الحمد لله اللي جاب بفضل الاجتهادات العلمية، دليل أننا نسير في الطريق الصحيح. الأرقام الحمد لله بفضل الإجراءات اللي أخذها المغرب، أنا كنتكلم على إجراءات الطوارئ، تتراجع، هذا مؤكد. ما نتكلموش كاع على أرقام الإصابات اللي الآن هبطات على 1000، كنا كنتمناو وأنتم عقلتوا في ميديا أنتيفيك كنا نتكلموا كنقولوا خصنا نهبطوا على 1000، الحمد لله هبطنا على 1000، ولكن تكلموا على عدد الوفيات، لأنه هو كان كيرعبنا أكثر لما كنا وصلنا ل 80، وصلنا ل 90، وصلنا ل 70، وصلنا الآن الحمد لله دائما كنشوف واحد المنحنى يعني ناقص، ولينا وصلنا حتى ل 12 بحال البارح، اليوم 22، على أي حال نحن نقول أن الجائحة أصبحت أكثر تحكم، إلا مشينا بنفس الإجراءات ديال الطوارئ ديال يعني الاعتماد يعني ديال الابتعاد وديال التباعد الاجتماعي وديال التطعيم وديال ايضا ديال التعقيم كما كنقولوا بالنسبه كذا، فنحن نسير في الاتجاه الصحيح. نعم، اللقاح الجرعات اللي جاونا راهم الى قارناهم باقي الدول الحمد لله نحن في وضع حسن، لان توصلنا بواحد 2.5 تقريبا ما بين الصيني وما بين استرازينيكا. العالم كيعيش واحد حمى، كيعيش واحد يعني بالنسبة له اللقاح الآن هو سلعة نادرة، والندرة كما تعلمون تحدد القيمة من طبيعة الحال. سمعنا اليوم يعني المستشارة الألمانية كتغوت باتفاقية كوفاكس، كوفاكس اللي كتقول أودي التوزيع العادل نحن نصب عليه. سمعنا أسترازينيكا المشاكل اللي كانوا وقعوا هي كتحاول تجاوزهم الآن. سمعنا أن الإنتاج ما كيوازيش يعني توزيع باش يكون عند كافة الناس. سمعنا النزاع اللي وقع بالاتحاد الأوروبي والشركات اللي كتوجد هذا الشيء. هنا باش نفهموا ما معنى أن يكون عند المغرب 2.5، ما معنى أننا ننتظروا في الفترة المقبلة إن شاء الله في الظرفية القريبة الجاية إن شاء الله الدفعة الثانية، ما معنى أننا نخاطوا في هذه العملية بالنظام بالانتظام بالتحكم بمحاربة كل ما يتعلق بالإشاعة يعني التشويش وغير ذلك من الفيك نيوز اللي كنسموه أو بالأخبار اللي هي من طبيعة الحال مزيفة واللي هي خاطئة. نعم، أفكار كثيرة أتيتم على ذكرها سنناقشها في سياق هذه الحصة. مسألة مهمة جدا أيضا تتعلق بصورة الملك محمد السادس وهو يتلقى الجرعة الأولى من التلقيح. هذه الصورة كانت لها دلالات بارزة خاصة فيما يتعلق بإشارات الطمأنة، حدثنا عن تأثيرها الأولي خاصة بعد هذا الإقبال الواسع على مراكز التلقيح. أنا دائما كان نركز على المعطيات اللي كتكون بحوزتي،
كانت جامعه محمد بن عبد الله نجزت واحد اكتوبر كنعتقد ولا نوفمبر ولا كذا، نجزت واحد الدراسه، وهذيك الدراسه انا كباحث في المجال الاجتماعي كانت شويه يعني زعجتني، لان كتقول هي دراسه علميه من طبيعه الحال ما فيها ما يتناقش، ولكن بالنسبه للنتائج ديالها شويه كانت كتقول فيها ان 40% فقط هما اللي مرتاحين للتلقيح، 40% ما باغينش و 20% عندهم تردد، يعني كان شويه تردد. من بعد النتائج اللي ولات كتجي ولات كتعطينا واحد الامل كبير ان المغاربه يعني كيمشيو كيحاربوا هاد الحملات التشويهيه والتضليليه والتخطيئيه، وكيميلوا اكثر للايمان بانه بالعلم اولا، بان هاد التلقيحات راه ما كيتمكن تعطى، ما يمكن بعد البحث العلمي في مجال التلقيحات كيمر مراحل كبيره جدا باش يخرجوا ويعطيو ويوجدوا واحد اللقاح اللي صالح. ثانيا راه لا مناص منها، لا مفر منها، لا هروب منها. عندنا جوج الوسائل باش نحاربوا كورونا، اللقاح الحمد لله هو اصبح بين يدينا في ظل الجهود العلميه، والثانيه العلاج، العلاج مازال ما طايحش بين يدينا يعني بواحد الشكل اللي يكون كافي. العلاجات اللي كدار الان هي علاجات كتواجه يعني كتخفف يعني كتخرجنا من الازمه، ولكن العلاج الناجع اللي صالح لهذا المرض هذا مازال ما توجدش. اذا الحمد لله ان كاين بعد واحد اللقاح توجد بواحد السرعه وبواحد الاجتهادات، وهذه اللقاحات الموجوده الان عبر العالم كلها، اقول كلها عندها اثار خفيفه، وكلها عندها واحد النجاعه كتفوق تقريبا 70% 80 90 مزيان. هذا هو المعطى اللي كيهمني. الان لما جاء ملك البلاد، قائد البلاد من طبيعه الحال ملك البلاد، يعني لما هو الاول كيعطي انطلاقه هذه الحمله الطبيه، هذا كيزرع طمأنا لدى الجميع، لان يعني ما يمكنش ملك البلاد يعرض صحته للخطر، ما يمكنش ايضا الاطباء والعلماء ديالنا اللي هما الاولين اللي بدينا بهم في الحمله، هما عندهم درايه بهذا الشيء تلقاح، فيهم علماء، علماء الاوبئه، فيهم علماء الفيروسات، فيهم الاطباء، هاد الناس اللي هما في الواجهه هما الاولين اللي بداوا كيتلقاو التلقيح. اذا قائد البلاد وكيتبعوه الناس اللي كيدبروا الشؤون الاداريه والترابيه والسياسيه والامنيه وايضا العسكريه للبلاد. فاذا ما بقى للمواطن الا يقول بسم الله توكلت على الله. غير باش نفهموا، عندك التلقيح هذا راه ربح كبير، والحمد لله الان بدينا كنشوفوا المواطنين يعني كيتنافسوا، واخا ما عندهمش يعني ماشي ما داخلينش في هذه الشريحه اللي هي معنيه الان، ولكن كيتسارع كيتهافت باش يكون التلقيح. طبعا غنبداو بهذه الفئه كما كتعرفوا، كما عن جلاله الملك وعطى توجيهاته ان الفئات الاولى اللي خصها تبدا بالتلقيح هي الفئات اللي في الواجهه، نبداو بهم الاولى. الفئات ايضا المعنيه هي الفئات اللي عندها السن كيفوق 75 عام، والفئات اللي عندها امراض مزمنه او خطيره، هذو الاولين. من بعد كنت مهبطين بالسن، وحنا جايين حتى نوصلوا للعموم، كنا كنقولوا 21 مليون كذا، الان الحمد لله عندك ما يكفيك 33 مليون نعم. مغربي ومقيم اجنبي مقيم في المغرب، كلهم يمكن يستافدوا. من طبيعه الحال الفئات اللي ما معنياش هي فئه الشباب اللي غير متاثره بهذا الفيروس هذا، اللي هي 17 عام وتحت. فاذا نحن نسير في الطريق الصحيح، ولكن اهدافنا هي باش يكون مجتمعنا سليم، باش تكون ادائنا الاقتصادي جيد، باش نمشيو نداويو التداعيات اللي هي كثيره، وإلا بديت كنتكلم فيها فأرقامها متعدده والتداعيات اللي هي وخيمه بزاف. نعم، تحدثتم استاذ الرماني عن مساله الانتاج، ايضا سؤال في هذا الجانب، يعني المغرب ركب تجربه محترمه ومعتبره جدا في اداره ازمه الجائحه. كان من أولى الدول التي حصلت على اللقاح، من أولى الدول التي بدأت هذه الحملة، حملة التلقيح، انخرط أيضا في التجارب السريرية مع شركائه الدوليين. هل المغرب أصبح مؤهلا للمضي في عملية الإنتاج أيضا خدمة لهذه الأمة ولأهداف قارة الإفريقية؟ هذا سؤال دقيق. علاش؟ لان فيه البعد ديال الشموليه. الان خصنا نتوجهوا نحو وطنيات الانتاج هي الاولى. حنا في واحد الفتره كان عندنا الانتاج الدوائي لا باس به، واحد الفتره شويه وقعت ازمات او التنافس الدولي والتنافس الاقليمي وغير ذلك، وبدينا شويه كنجمدوا في هذا المجال. نعم مشينا حسنا من سنه 2005 وما فوق، حسنا الاداء ديالنا الصناعي
في المخططات اللي نتوما كتعرفوها، الاقلاع الاقتصادي يعني هذاك ايضا التسريع الاقتصادي، ايضا ديك الاتفاقيه ديال الخاصه بمجال الاستثمار، غير ذلك كل هذه التعقدات اللي نجحنا وصلنا فيها بهذا الشيء اللي وصلنا ليه في مجال الانتاج لا ديال السيارات ولا ديال يعني الطائرات يعني خاصه الجوانب الخاصه، ولا حتى بالنسبه للتكنولوجيا اللي احنا غاديين ليها كنقولوا مزيان. الان كورونا جات لقناتنا دار صخور جديد، كان خصنا ننتبهوا له نعم، ولكن على اي حال ماشي مشكل الا استفدنا منه الان، اللي هو الجانب الصحي الجانب الطبي. فهمنا ان المنافسه الطبيه عبر العالم كبيره جدا، لا في صناعه الادويه ولا في صناعه الاجهزه الطبيه ولا في صناعه اللقاحات. جلالة الملك كنبه لهذا الشيء هذه عامين، لما قال ان مجال التكوين المهني خصو يمشي للمجالات المطلوبه اكثر، من بينها الاجهزه الطبيه يعني الراديوات وغيرهم كما كنقولوا، باش يمشي هذا المجال باش يكونوا فيه ايضا عندنا موقع فيه. الان تبين باللي راه كنا محتاجين له فعلا. الى المغرب قرر الان ينخرط الاتفاقيات اللي بدا كيمشي فيها باش يكون انتاج هاد اللقاحات عنده، فهو باش يتموقع يعني باش يكون عنده في طنجة او غير، فهو باش يتموقع على المستوى العالمي. انا سبق تكلمت على المستوى اللي وصل له اللقاح، انه المعدل ديال النمو ديالو ولا كيفوق 15%. انا سبق باش تكلمت على يعني الشيف ضفار، يعني هذاك رقم المعاملات اللي موجود الان غير في مجال اللقاح بوحدو اللي فاق 60 مليار. انا سبق باش تكلمت ايضا هنا عبر قناتكم على مجال الاحتكار اللي وصلت له المؤسسات. عندنا 5 مختبرات عالميه وانتم كتشوفوا امامكم عبر العالم، شفتوا اوروبا كيفاش، ولكن اوروبا خدات 90% وكتصدر 85%. اذا هذه المنافسه العالميه حول المجال الطبي لا بالاجهزه ديالو ولا باللقاح ديالو ولا بالادويه ديالو اصبح للمغرب الحق وله القدره وله التجربه والكفاءه ايضا للخوض فيها وللتموقع فيها، لانها هي ضمان لمستقبل الانسانيه. الان الدراسات كلها سي عبد الله كتقول انه الناس اللي كيتلقاو اللقاح كيكون عندهم اداء وانتاج قوي جدا. الدراسات كلها كتقول لك انك الا استثمرتي في مجال اللقاحات الموارد البشريه ديالك كترد ليك ديك الاستثمارات، كيكون طفل صغير وتلقى ديك الجرعات ديال اللقاح ديال 5 سنين الاولى، ولكن من بعد ملي كيولي فوق 18 عام ذاك الاداء ديالو والفعاليه ديالو والنتائج ديالو اللي كيعطي في المردوديه كترد ليك انت كدوله هذيك الاستثمارات اللي استثمرتيها وشريتي بها اللقاحات او غير ذلك والاجهزه والتكنولوجيا الدقيقه. وهذا خصنا نمشيو فيه. نعم الاستثمار ديالو صعيب ومهم، نعم التكنولوجيا ديالو دقيقه جدا ومتطوره ديال اللقاح، نعم يتطلب معايير دقيقه وصعيبه باش واحد المساطر من اجل مصادقه على اللقاح كتمر من بزاف المراحل اللي هي صعيبه، نعم ايضا يتضمن مجال كبير في مجال البحث العلمي. اذا صارت الى انخرطنا فيه ولو عبر الانتاج فهذا هام جدا. اذا صارت الان الامور بهذه الوتيره، متى برايك ستعود الحياه الى سابق عهدها؟ هذا سؤال فيه الامل فيه الطموح. احنا ابواب الامل مشرعه، الان بدينا احنا وصلنا الحمد لله كما قلت انت سي عبد الله في الرقم اللي عندي الان في الخبر 257,000، هذا بفضل الله اننا وصلنا وان المسيره تسير. غدا نكونوا في 300، بعد غدا في 350 400,000 وحنا غاديين الحمد لله، ونتوصلوا بالجرعات الاخرى ونمشيو وحنا غاديين. ما نساوش ان امامنا مرحلة ثانيه اللي هي جوج. المرحله جوج هي ندوزوا المرحله الاخرى من العمر ومن الناس المعنيين، لان المرحله الواجهه الناس اللي كيواجهوا مباشره المخاطر ديال كورونا. مزيان امامنا المرحله الثانيه، ولكن مع هذه المرحله الثانيه غتخلط لنا بمرحله اخرى اللي هي مرحله الجرعه الثانيه. مزيان، لان عندنا الجرعه الاولى حنا 257,000 تلقاوها، ولكن هاد 257,000 راه غيرجعوا كلهم ويعاودوا من هنا واحد 14 يوم ولا 20 يوم ويتلقاو الجرعه الثانيه. مزيان، اذا امامنا واحد التنظيم غيكون لان راه ساهل التنظيم، ولكن من بعد غيولي اصعب، لان في الوقت اللي غتكون تنجز وهذا الشيء جاهز للمغرب من خلال اللي وجدوا من تنظيم محكم كيبان. في الوقت اللي غتكون كتعطي للناس اللي هما جداد كيجيو في الدفعه الثانيه يستافدوا من التلقيح، فانت ايضا غتكون كترجع لذوك الناس اللي خداو التلقيح باش تعطيهم الجرعه الثانيه. مزيان، الى حنا وصلنا للتوقعات اللي اعلن عليها عنات عليها الوزاره المعنيه، مزيان، اللي هي نكونوا في افريل حتى الماي
الحمد لله وكنا غاديين في النظام المزيان والمحكم وتلقينا كاع اللي اقتنيناه من التلقيحات وقلنا ماي سالينا العملية الحمد لله وبدات الأطار. وإلا حنا شفنا الرقم اللي كتعلن عليه الدول كامل اللي هو تقريبا ما يفوق 70%، إذا كتقول الحمد لله هذيك 33 مليون اللي غتكون تلقيح على الأقل على الأقل 70% غتولي عندها المناعة. 70% أش كيقول عليها مجال ديال الدراسات العلمية؟ ما فوق 60% أنت عندك تحصين جماعي. إذا المغرب مرتب دراساته مزيان، وغالبا غتكون إن شاء الله إلا بغى الله فوق 80% الناس اللي تكون عندهم المناعة. إذا أنت في وضع جيد. هنا خصك ترجع تفكر مزيان أشنو اللي تابع. تابعك أوراش وجدتي لها في القانون المالي، تابعك الأوراش الملكية العامة جدا اللي عن العلاج المالي اللي تكلمنا عليها شحال من مرة، منهم مؤسسة محمد السادس للاستثمار وهي غدوز مجلس الحكومة اللي جاي هذا اللي قدامنا، منهم تعميم التغطية الصحية وهذا ورش معمر المغرب عرفوا ولا حتى كنا كنحلموا به باش نكونوا نهضروا بالصراحة والواقعية، ولا حتى عمرنا كنا كنحلموا به. اللي من المفروض أنه كان خصو يبدا في جونفي ولكن راه جاهز الآن باش يتتبع عليه في فيفري إن شاء الله ونطلقوا فيه. نعم. ومنهم النموذج التنموي الجديد ومنهم الآفاق الفلاحية اللي جات ضل الأمطار. شرف وقت الحصة على النهاية. شكرا لك جزيلا الشكر الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل هذه المعلومات الدقيقة ويعني الشروحات المستفيضة والوافية. شكرا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة. ألتقيكم بعد لحظات قليلة في نشرة التاسعة، فابقوا معنا.